حقيقة سعيدين جدا واحنا على هذه المدينة الرائعة، مدينة اللي تشبهها طار طار العنقاء اللي ينهض بحياة جديدة من بين رماد الحرائق. الحقيقة مدينة الموصل شهدت خلال هاي الفترة القليلة بعد ما تعرضت له لأكبر هجمة بربرية في تاريخ العالم، يعني وأقولها في بين قوسين في تاريخ العالم، ألا وهي الهجمة الداعشية. الحمد لله هاي المدينة تغلبت بهمة أبنائها الطيبين، ومن ضمنهم العلماء والمخترعين الحقيقة اللي مثلون رأس الحربة في معسكر البناء والإعمار. هذه المدينة الرائعة احنا الحقيقة اليوم راح نطلع على ان شاء الله وراء المؤتمر على بعض المنجزات والإعمار اللي وصلت له، وهذا طبعا شيء صعب في هذا الوقت بسبب التحاصص والتكتل للقوى السياسية ان تجد إعمار في مدينة. بعض المدن يعني الحقيقة لا صار بها إرهاب ولا صار بها اي شيء، تلقى مدينة الموصل خلال 3 سنوات سبقت ذيش المدن اللي صار لها 21 سنة، وهاي حقيقة واقعة. يعني من مثال على ذلك يعني الحقيقة مدينة بابل ما بيها أي